إلى صالون الوطني الخامس للتشغيل والذي يتواصل في يومه الثاني بمشاركة أزيد من 300 مشارك من 48 ولاية في الوطن، حيث أكد وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي أن شعار هذه السنة هو التكوين مفتاح عالم الشغل. التغطية لأحمد محمودي ومحمد سعداوي. قررنا باش السنة هذه يكون شعار تكوين مفتاح لعالم الشغل، فضلنا باش يكون التكوين هو المفتاح نتاع ادماج الشباب في اليات التشغيل، سواء من ناحيه لانام ولا من ناحيه لونساج ولا الكناك الى غير ذلك. كما أكد وزير العمل أن الهدف المسطر في الخماسي القادم سيكون إضافة 90,000 مؤسسة مصغرة مقسمة على صيغتي الكناك وأنساج. مجهودات كبيرة سواء مالية ولا تكوينية ولا مهنية باش تسمح نزيدو نخلقو في الخماسي هذا اللي رحنا ماشيين فيه 2015-2019، نزيدو نخلقو 90,000 مؤسسة مصغرة بين الكناك واللونساج، 60,000 الكناك و 30,000 اللونساج، 60,000 اللونساج و 30,000 الكناك. هذا وفي سياق آخر، نفى وزير العمل المعلومات المتداولة عن عدم تسديد نسبة كبيرة وواسعة من المستفيدين لديونهم، مؤكدا في ذات صدد بأن ما يعادل 75% من الديون قد تم تسديدها. كاين فيه بعض الصحفيين كانوا ذكروا في عدة مناسبات وين كاين لي رومبورسمون ما راهمش يداروا لي بنك، هذه غير صحيح. كاين حوالي بين 70 و 75% تاع لي رومبورسمون اللي راهم داروا، وكاين 95% تاع المؤسسات اللي تعاشت، 5% فقط اللي ماتت كي اون تي ديتروي.